انت فاتحه مصمت ولا ايه يا مدام نانا؟ لا يا اخويا ده اكل الاسبوع بس برضه ما يغلاش عليك، لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. اعدم حسام ابني ابدا، ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. انت انا زعلان منك يا مدام نانا. 23 مره اتصل بيك وما ترديش، مع العلم بيبقى مشغول في النص. سامحني يا اخويا اذا كنت اتاخرت عليك في دفع الايجار شويه، اصلي الحوار بتاعت ابو حسام اتاخرت شويه، معلش. هو الافندي بتاعك ناوي يرجع امتى من السفر؟ هو اكل العيش بيرجع حد الايام دي يا استاذ سمير؟ مسقعه دي ازاي؟ وبالفلفل، وعمرك ما دقت زيها. يا عيني يا عيني. تسلم ايدك بصحيح. اوعى تفتكري يا مدام ان انا جاي عشان الايجار متاخر والكلام الفاضي ده، لا انا قلبي اكبر من كده بكتير. انا بس جاي اثبت حاله لبلتكانت الستاره اللي اتكسرت بسببكو وبقيتي في هاتي هاتي يا مدام نانا هاتي. يا استاذ سمير الفلوس اللي بيبعتها ابو حسام من الكويت يا دوبك بندفع لك منها ايجار البيت والباقي بيكفينا بالتيله. درعاء ده يا مدام؟ وباللحمه المفرومه. حرام عليكي حرام عليكي، حبيت حضنكم في المطبخ. يا لهو بالي عن جمال. تسلم ايديكي، ما تتبنيني يا ام حسام حتى تبقي ام سمير وحسام. كمان كسرين اساس باب الحمام؟ طبعا ما هو مالي يهود. جرايه يا استاذ سمير، ما احنا يا اخويا كنا لسه حبايب. انا حبايب بلا عرايب. استنى اما اشوف كسرتيني ايه تاني. شفت الهدرك بتاع ميس الماتش اللي فات؟ طب حس انا قلت يعني اسلم قبل ما امشي. حياه ابوك يا شيخ وانت بتشد السفور ما تبقاش تتعافى لحسن الدوباره. ايه ده يا حس؟ حطيت زيت وسكر كمان. زيت وسكر؟ هي هترشح نفسها في الانتخابات ولا ايه؟ لا وايه؟ شحنت لك كارت ب 50 جنيه. 50؟ انت بخيله قوي يا مدام نانا. ورايا ولا اللي كنت فاكرها هتشحن لك 100. اما الاستاذ حامد المحامي يجي يخليه يتفضل على طول. خير يا دادي؟ قلقتني عليك، في حاجه؟ انا جيت يا حسين بيه. طب كويس، اتفضل يا متر. ما تقول بقى يا دادي في ايه؟ انا طلقت الشاري. معقول؟ ايه؟ اسمعوني كويس انتوا الاثنين في الكلام اللي هقوله. بابا بابا محمد واهله جم؟ ماما شكلي حلو؟ بسم الله ما شاء الله، قمر يا حبيبتي جنني. طب بس خلاص خش اوضتي دلوقتي وانا هندهلك. يلا يلا يا فرج. ايوه طيب حاضر اهو. اتفضل يا عريس اتفضل، منور يا حمام، عقبال البكاري. مساء الخير يا انكل. والدي الاستاذ فخري، والدتي والدتي الدكتوره. ايه يا جدعان؟ انتوا هتقفوا تتعرفوا على السلم، اتفضلوا البيت بيتكم. الله يخليك. خش يا عريس خش خش اتفضل اتفضل خش يا خالتو خش خش خش. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ يا عم انت هتتغدى هناك وتحل هنا وتسيبنا احنا من غير حته الجاتوه؟ تاخد عليا بره على السلم. نسي نفسه. منورين. بنورك. خالته بقول لك ايه؟ بدي العريس 20 جنيه لحسن حاسب لي على التاكس. منور يا عريس. ده نورك يا استاذ. سمير سمير ابو النيل. احنا بقى اسمي حماده. حماده سكر زياده. الله يخليك الله يخليك. قال يخفى الكبر، والله عرفت اتنقوا والله عرفت اتنقوا. الله يخليك. تحبوا تشربوا حاجه سكر ولا؟ بقول لك ايه، ما تجيب لنا طقم عصير حلو كده وتجيبي معانا، وهات لنا من الكيكه اللي بتخبيها مني في التوستر. ها خليهم يقولوا علينا ان احنا بيت كرم. منور زر للنبي. خليك يا حبيبي. انما الاستاذ محمد بس يا عم تعالوا ندردش مع بعض شويه في الرياضه. كابتن ملحق شلبي اهو، انا بعشقه. انت بتحبه؟ اه طبعا، ده عريس فوق الممتاز، ده في مني كتير. اهلا وسهلا. احنا جمهور اسكندريه، جالنا فريق الزمالك وجماهيره. يا مليون اهلا وسهلا. بقول لك يا ابو احمد اخويا، ما تلفين المحمول بتاعك اعمل مداخله لاحسن رصيد خلص. اه طبعا طبعا اتفضل اتفضل. اصيل يا ابو حميد، على فكره يا جماعه انا موافق على الجوازه دي. اتكلم براحتك. على فكره يا استاذ سمير ده خط مش كارت. اللهم صل على النبي. عرفت تنقص. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بس 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 الو. انا الاستاذ سمير ابو النيل صديق البرنامج، كنت عايز اعمل مداخله يعني. ناخد الاتصالات معانا. وطي صوتي يا عم، انت ما فيش احساس خالص. مش بتكلم ده برنامج سمير ابو النيل من المانيال. مساء الانوار يا ابو سامر. الو الو، ازيك يا استاذ مدحت؟ ازيك يا سلملب يا سلابوك يا جميل. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا ابو سامر. نسيت اعرفكم على ماما.
انا بحبك قوي يا كابتن مدحت، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرك على الفساد. انت مخرج البرنامج الاستاذ محمد ناصر الدين. يا رب يخليك يا حبيبي. اشكرك اشكرك يا حبيبي. طب احياد ابوك يا شيخ، قبل ما اقفل سمعني واحده. الله الله من بتوعك. ماشي يا سيدي. الله 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 عليك، يكون في عون اللي حواليك يا ابو سمر. الله يخرب بيتك يا سمير. يا سلام، اعلامي محترم. الزمن ما عادش فيها خلاص غير التغيب الاعلامي والمخطط الماسوني. افندم لازم على ابوك وامك يا اخي. ايه البخل ده؟ مد ايدك. ايه ده؟ دي كرفة سجق دي ولا طمضانة؟ مد ايديكو. لو طردت سمير، بابا وماما هيحبوك قوي.